قلت لي بقى في حالتين في الدوري مهمين جدا، المصري والجونه والاسماعيلي والمقاولين. كان في حالتين، حالتين عملوا مشكله. عملوا الاسماعيلي الجونه اعترضت على الطرد في ماتش المصري والجونه، والاسماعيلي اعترض على ماتش الاسماعيلي والمقاولين. فهنجيبهم طيب. نشوفهم مع بعض ونحللهم. نبدا بالمصري والجونه، اللقطه بتاعت المصري والجونه. بص اللقطه دي بنتكلم في اندرستاندينج فوتبول، يعني لازم تبقى انت فاهم كره القدم. الراجل اللي حصل، اللي نرجع بالخطوه بس خطوه ورا، الراجل اللي حصل نور السيد، هو يعني في كعبل في اللاعب المصري. لما راح كده، هو لما راح خبطه هو بالكعبل. وبالتالي هو لما خبط الكره لو من غير خبط بالمنظر ده هترك كارت احمر. لكن الخبط ده كان نتيجه ان هو الراجل اتعرقل من اللاعب المصري. صحيح. وبالتالي اقصى عقوبه في اللقطه دي هي كارت اصفر. وبالتالي الراجل ده خد كارت احمر، وده كان خطا مؤثر جدا عشان ركبته جت في وشه. بس هو الركبه جت مش قصد دي، لا يعني في القانون في الفيفا نتكلم في اندرستاندينج فوتبول، لازم في الفهم لكره القدم. لازم تبقى حكم فاهم لكره القدم. الراجل ده وصل للخطا ده نتيجه عرقله حصلت من لاعب المصري، هو عرقله مش قصدها، بس الرجل او الركبه راحت للوجه بالمنظر ده. وبالتالي مفيش لا ترك الراجل كارت احمر، كان لازم العاشور في اللقطه دي يديله كارت اصفر بس. لا ترك الكارت احمر باي حال من الاحوال، الفار استدعاه وادى كارت احمر، وكان قرار مؤثر جدا في نتيجه المباراه. كنت اتمنى ان الفار ما يستدعوش، اتمنى الموضوع انذار فقط لا غير، مش لا ترك الكارت احمر. بصراحه واضح انه الراجل بيكعبل، يعني قصه انت كعبلت في اللاعب اللي معاك، فانت مش عارف تتفاداه. في حكام بيبصوا على الهيستوري بتاع اللعيب، لو عارفين اللعيب ده عنيف وقوي وكده يقول لك لا يبقى قصدها. انت ليك لقطه اللقطه التحكيميه بتقول لك ايه؟ ان الراجل ده تمت يعني الراجل بص حضرتك، الحركه اللي حصل ان هو الراجل كعبل، مش راح ياذي. مستحيل ده مش راح ياذي، ده مش منظر لعيب راح ياذي. صحيح. وبالتالي كان الانذار اقصى عقوبه في اللقطه. عظيم. نشوف اللقطه الاخرى في مباراه الاسماعيلي. الاسماعيلي لقطه مهمه جدا في الوقت بدل الضايع الشوط الثاني، وامين عمر كان عامل ماتش هايل. بس عايز اتكلم قبل اللقطه، هتكلم في حاجه واحده. امين جاي من ماتش الاهلي والبنك الاهلي، وكان ماتش فيه مشكله كبيره. صح. فانا لما اجي انا كمسؤول اعينه ابعده عن ماتش، على فكره الفرقتين بيسرعوا هبوط المقاولين والاسماعيلي، وبالتالي ماتش مهم. فلازم امين يديله ماتش الاول يرجع للاجواء الدوري المصري. صح. فده مهم ان ما يجيبوش من الدار للنار زي ما بيقولوا. وعلى فكره هو ماتش هايل، بس اللقطه دي هنتكلم عليها. اللقطه اللي تشتغل لقطه مع بعض هتشتغل حالا مع بعض، مش مشكله خالص. هي القصه الراجل بيلعب الكوره بالعرض، في ارتداد حصل في رجل مدافع المقاولين، ارتداد مش لعب الكوره، وجت في الايد اللي ممتده خارج الجسم. هنشوف الاعاده بتاعتها. الارتداد ده يعاقب عليه اللاعب الارتداد من الرجل للايد. والرجل موجوده، الايد موجوده في وضع غير طبيعي. طبعا امين ما شافش من اللاعب 25، ما شافش اللقطه. فكان لازم حكم الفار يستدعي. امين عنده العذر ان الحكم الراجل اللاعب 25 مغطي عليه ما شافش، كان لازم حكم الفار يستدعيه. الحاجه الوحيده اللي ممكن ما احسبش عليها لمسه يد، ان انا كلاعب العب الكوره من رجل لايدي العب. لكن اللعبه دي فيها ارتداد من الرجل للايد، والايد موجوده في وضع غير طبيعي مكبره الجسم، وبالتالي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاسماعيلي. كانت سهله جدا يتم احتسابها لو امين راح للفار، كان هيشوفها ويحسبها، لكن حكم الفار ما استدعاهوش. وكانت طبعا دي كانت في وقت بدل الضايع الشوط الثاني، والماتش خلص تعادل 0-0، والاسماعيلي عمل على الماتش ده احتجاج، وكان فعلا عندهم حق ان ركله جزاء صحيحه لم تحتسب.